خبر اول اللي عدنا عن يارمار والبث المباشر اللي فتحتها. فيارمار نزلت على حسب بالانستغرام بث مباشر ويا عبد الله مال لايف ستيج اشون بها المقابله اللي راح يسووها وراح تنزل يوم الخميس. وصراحه بهذا اللايف يا حبايب يارمار المتابعين سالوها اسئله كلش ناريه، وبنفس الوقت هي كشفت حقائق وفضائح كلش ناريه، فراح استعرضكم اياها يا حبايب. ولكن قبل ما يبدا يا حبايب لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتضغطوا زر اللايك عم بدنا نوصل 500 الف مشترك باسرع وقت، واشتركوا بالقناه ويلا نبدا. فاول سؤال يا حبايب سالوها شنو مشكلتك ويا قمر مار وهل ممكن تصورون اياها او لا. فردت عليهم قمر مار هي اللي تغيرت وشالت الفولو من عدها مثل ما تعرفون، ولكن بنفس الوقت قالت انه ماكو مشكله بيناتهم، ممكن يصورون بالمستقبل، لان بالبدايه هم اساسا كانوا مفكرين انه يفتحون قناه سويه. راح احطكم اللقطه تشوفوها. مستقبلا هل ممكن انك تنضمي لفرقه ثانيه او انك تشتغلي على المحتوى تبعك لوحدك او تكوني حتى مع، خليني اقول مع عمر مثلا، انت وعمر تعملوا شغل، تعملوا قناه وتشتغلوا سوا كتيم؟ هلا هو صراحه احنا هيك كنا متفقين، بس حاليا ما بعرف شو الشغلات اللي تغيرت. ما احنا هيك كنا متفقين انا وعمر انه على اساس نطلع وكذا ونعمل تيم وقنوات سوا ومن هالحكي كله، بس في بعض الشغلات تغيرت. خلونا بسبب ظروف بسبب ظروف الدراسه اللوكيشن الاستوديو تماما، في شغلات تغيرت حسب ما عرفت واجلتوا هاي الفكره مبدئيا. اجلناها مبدئيا ايه، بس خلينا اول شيء يعني انا برايي خلي هاي الشغلات مفاجاه احسن. هلا في عالم عم تسال انه يارا شو مشكلتك مع عمر؟ انا بالعكس عمر ما في بيني وبينه اي مشكله ابدا، يعني بالاخير يعني هي حره ما فيني انه، بس بيناتنا ما في اي مشاكل، العكس احنا رفقه ولحد الان بنحكي مع بعض، يعني ما في بيناتنا اي مشاكل. وثاني شيء يا حبايب سألوه هل ممكن تضمين فريق فافا نابولي او لا. فردت انه بالوقت الحالي هي ما قاعده تفكر بهذا الموضوع، ولكن هي كلش تحب فريق فافا نابولي وتتشرف انه تضم لهم، فممكن هذا الشيء يصير بالمستقبل. شوفوا لا بس ولكن في اشاعه كثير كبيره طلعت انه يارا انضمت لفريق فافا نابولي. شو رايك؟ شو ردك على هاي هاي الاخبار اللي طلعت؟ خليني ما اقول اشاعه ولا لا اكد ولا انفي، انا كعبد الله عم بسالك يارا شو ردك على الناس اللي عم تحكي انك انضميتي لفريق فافا نابولي؟ هلا انا بتشرف كثير اني انضم لفريق فافا نابولي، بس حاليا ما صار اي شيء هيك ابدا، ما في يعني ابدا، بس هنا رفقاتي كلياتهم وبتشرف برفقتهم وكذا، يعني فريق فافا نابولي انا كثير بحبهم وبتمنى يعني انه اكون معهم، بس لا ما في هيك شيء حاليا. وثاني شيء يا حبايبي يارمار كشفته او نوعا ما نقدر نقول يارمار قالته، فقالت يا حبايبي انه هي راح تفتح قناه جديده، وهذا يعني انه قناتها السابقه اخذ الفريق او نوعا ما نورمال مقابل يعطيه اياه. هي ما قالت نورمال ولكن واضح قالت انه القناه مو عندي، فواضح انه القناه عند الفريق، وهذا الشيء انا قلت لكم اياه بالسابق وما حد صدقني. شو سبب انك بدك تفتحي قناه جديده؟ هلا انا قلت لكم قناتي القديمه ما انا معي حاليا، مشان هيك بدي افتح قناه جديده. وطبعا يا حبايب اكو هواي اسئله وكلش ناريه وكلش قويه راح استعرض لكم اياها بالحلقات السابقه او القادمه عفوا، فلا تنسون تشتركوا بالقناه ونوصل 500 الف مشترك عم تنزل لكم المقاطع القادمه بشكل قوي، ممكن تنزل لكم حلقه بعد شويه فاشتركوا بالقناه عم يوصلكم الحلقه. وبس جاكم فايد زي ما قالت ملك القصاص، اتمنى الحلقه عجبتكم، لا تحطون لايك، اشتركوا بالقناه ونوصل 500 الف بسرعه وقت، وبس مع السلامه.